إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي الله، لقد من الله علينا بهذه المنة، المنة العظمى التي عشناها أياما، وأقول المنة فالمتدبر البصير يدرك حقيقة الأمر، فما حدث في هذه الآونة ليس إلا وعد منه. فالتمكين في القرآن الكريم، وهذا ما علمنا في جل ما تعلمنا علماؤنا، لا تأتى إلا إذا كان الناس للتمكين أهلا، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
لشعبه، لأهله، لأمته، لمن قوته من جهده هو لا يعمل بيده. كل هؤلاء أصلا في وظائف محددة، الشارع جعلها وظائف أدبية، وكسبه وقوته من الضرائب المسلوبة والمأخوذة من جيوب العباد. من احتقروه، من
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يكون ذلك أنهم يخسرون. فجعل الدواء من كل داء اليقين بلقاء رب الأرباب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم الأن مشدد هنا وظن إذا جاءت بعدها أن المخففة عدد غلب الظن فإن جاءت بعدها أن المثقلة عدد اليقين. ألا يظن أولئك أي ألا يوقد أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجر في ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد فيه. فجعل المكذب بيوم الدين يقينا معتد فيه. شاءها رضي عن جد فما كذب بيوم الدين أحد إلا وعلى العباد اعتدى وفي الجسم المغص متوقعين ابتلوا بأكبر آفتين الكبر والريبة في اللقاء. هذه آفة الأمة أنا بشخص الرد ده لنصل من خلاله الهواء فما لم نضع أيدينا على دهننا فكيف نداويه. هذا داء الأمة أقول هذا داء قد يقع فيه بعضنا ليعلم كل من ابتلي بهذا الداء أن مصيره مصير من صار إلى هذا القرار وإنها ليست بعيدة إنها ليست بعيدة. فرعون كان هذا سبب هلاكه. إن فرعون على في الأرض العلو والكبر والصبر إيه؟ العبث بالخلق لا يعرف لأحد الحق لا يعرف حق والحقوق التي تكفل بها علام الغيوب لجميع عباده هي التي دار حولها حكمه وتشريعه. فكل شرع الله مداره حول حفظ الحقوق الشرعيه الخمسه او المصالح الشرعيه الخمسه لكل انسان كائنا من كان مسلم يهودي نصراني ما دام عاش في كنف المسلمين لزم على الأمة حفظ مصالح الشرع الخمسة نفس ودين وعقل وعرض ومال. خلي بالك مصالح شرعية خمسة كل أحكام الفقه حولها دارت جعل مسألة في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة. وخلي بالك معصية العبد في جنب ربه تجبه وتكفره التوبة بشروطها الثلاثة من ندم واستغفار وعزم على عدم العمل وإخلاء الفعل. الوقوع في حقوق العباد فشروط التوبة فيها لا تكفي
وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. خلي بالك نوضح الكلام ده لأن الناس مغيبة عن هذا. قتل العمد أن يقتربوا بآلة تقتل عادة. كل الفقهاء قالوا ما دام آلة تقتل عادة لم يلتفتوا لظرف القاتل بحال. لا تقول لي بكرة ولا غير بكرة يستويان. الحكم قتل العمد أن يقتل بآلة تقتل عادة رصاص سيف مدفع دبابة. قالوا the
النوع الرابع وده الأحدث، شبه الخطر. يعني شبه الخطر يعني هو تسبب به بسبب بعيد في ظهر الأمر، لكن الشارع ألزمه بالدين حتى لا تذهب دولة الشهداء. قال مثال ذلك: لو أن رجلا أعلى صارع صوته وآخر على الأرض، فصرخ الذي في الأرض: يا فلان! فاهتز من الصرخة فسقط. تلزم الصارخ بالدين، دمه مش هيبقى أدب بسبب
هنحسبها بالمصالح والمفاسد. عبد عند مسلم ساكن مصر يدخل الجنة، وولد لنصراني او يهودي ممكن يروح النار. ايهما الافضل؟ الشارع قال لك يعطى لليهودي، لان صيانه حريته وعقله مقدم على دينه، حتى اذا شب وكلف صار مخيرا يعرض عليه الحق ان شاء امن وان شاء كفر. عشان نعرف يا اخواننا نحن مغيبين عن كنوز شريعتنا، وهذا ما جعل اهل الباطل يفر ويغفر ويصرخ خوفا من شرعتنا. هل يجور الرحمن على احد من عباده؟ طيب
عبيد. سيدنا عمر ملك. طب ما هذا اللي مش تعودوا تصدع منه. سيدنا عمر مش ملاح. فذهب مع الرجل وقلبه يغلي في الجرس. ففي الطريق لم يتمكن من كتمان ما في نفسه. قال والله اني لأكره. والله اني لأكره. قال الرجل يا عمر وهل يمنعني قربك حقي؟ قال لا. القسم الحكم العدل اوجب علينا اداء الحق حتى مع من نكره. لا. قال يا عمر استثار بكلمه فيس. قال ان لا يبني
إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، فرعون يهدي لسبيل الرشاد ونبي الله موسى يمشي في الأرض فساد. حسن بدري أول عفو ولا استخفاف، لم يجعل أهل الدين كلهم إرهابيين، والإسلام إرهاب حسب كل إرهابيين. الغرب كله، العرب كله، يفتحوه حتى ها ولا فضى على إرهابيين، ويطلع لك كم قبح جايبينه من الزنزانة وشعر منكوش ولحيته منكوش ولا شايفين الإرهاب. وكان أخذك بقى ما عرفش أن تصبر لا في السياسة ولا في الاقتصاد. الله يقول لك إخوة كانت في منتهى الظلم واتهامات انتهى كلام الله في الحق. الله يحفظ، الله يحفظ وقت أحد العلماء اللي يحضرني ضيفة كان في قدم محكمة عسكرية، والقاضي عمال اللي وكيل النيابة عمال يقول رئيس النيابة يحس دبابة فضلت يعني لما نقرأ الحياة الطيارة ليه ابن خلت؟ ليه ابن خلت؟ ليه ابن والله أحد أكثر في الكلية وكنت كلية بصول الدين كانت إحدى التهمة تصنيع طيارة من غير طيارة. ألم ونعرف في القرآن مش عارف الخطابة المباحث الأدباء عارف دبابة وصنع طيارة.
بها رضي الله عنه وارضاه. وشيع الخبر ما دام المصطفى صلى الله عليه وسلم سال كل من يعرف من العالم خادمته صويحباته من كان يدخل بيته ابن عم علي بن طالب فما منهم من احد الا وزكى بلسما باخلاقه
المتعالي المرتب في الآخرة وقع في كل هذه المصائب.
إنه كان من المفسدين، فهو مستحق لعقاب الله وعذابه. طب وبعدين بس الأمة غلبان شيعة وأحزاب وشو ذا وقعنا كلنا في السبب، وأهل الدين مستضعفين مستذلين، ما معي كبير في الله واحتفال الدولة بس. أنا قاعد ثلاث سنوات أصلي في زوجي بالبيت الجمعة، ممنوع أصلي في بيتك، مأمور وعلي حبس، ممنوع تكلم عن مشكلة. لو واحد سألني سؤال تحقق معي كيف ما جبت وانت شيخ عشان تفتي. طب من الشيخ؟ اذا كان خارج المذهب الشيخ من الشيخ؟ ها؟ مش يوم؟ والله كان مسؤول اخوانا تعالى ما تعرفش حب؟ انا هفتيك اهو. قلت له مبارزه فعله يوم في ثياب وعظيم ومشى في الارض يهدي ويسب لاعنين الى ان قال وابعث للدين يؤذن لصلاه الصبح فيه. تعالى يا عمر شيخ وابعث للدين ليؤذن لصلاه الصبح فينا. لكن ثعلب والدين رب العباد وعاء. كثير من العباد ما ادرك وعي الدين. الصافين إنه قال وخير القول قول العافين. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دين. في تعلم هذه المقولة نسأل الله العفو والعافية ونص القول أن واقعنا ما أشبهه البارحة مع أجداد المستقبل. رب العباد لما أدرك بتدبير أمة المفسدين من على المسلمين.
تهلكه نملة في
ومجانا. ما فيش بلد في العالم كانت مجانا وكل ما اطعم الدنيا اللي ما اوقعنا وخاصه الجماعيه انك عشان اللي يدخل بالذهب ياخذ حرمه. ده حتى من صرف ابصارهم وبصائرهم عن العرايه، من حملهم على البحث عن الحق في مرور بكل واقعيه وتزهق لعيال عفريت سبحانه.
سبيل حياتنا فيدمر بعضنا بعضا.